مساء الفل. مساء الهنا. ساعة كده وهنبلغ الإدارة عبل لما ترجعوا بالبضاعة المطلوبة. لا رايح فين؟ أنت هتفضل معايا هنا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة. ده كان اتفاقك مع رحيم؟ معلش في شوية لبش كده في المينا، فأنت هتفضل معانا ناخد ونس بعضينا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة، ولا تحب بقى أخلي العربيات قبل ما تتحرك ترجع المخازن تاني وهنوفر بنزينها؟ بص يا معلم، لما تتفق مع رحيم السيوفي على حاجة هتتعور قوي قوي لما ترجع فيها. هشام اجهز. ماشي يلا يلا عمنا. يلا رجالة نجهز بسرعة. بطل بقى. عبودة ايه الاخبار؟ والله انا مش مطمن، عربيات داخله وعربيات خارجه، مش فاهم حاجه. بص يابا، انا مش هتحرك الا لما افهم ايه التيتا. طب فتح لي دماغك معاها يا عبود. ماشي. انا جاي بالعربيات الفاضيه صح؟ ماشي. رحت المينا حملتها بالبضاعه السليمه. امين. وانت في عربياتك هنا البضاعه المضروبه. جميل. حلو قوي. احنا هنبدل البضاعه المضروبه بالبضاعه السليمه وناخد احنا البضاعه السليمه وارجع بالمضروبه على المينا. ايوه الله يفتح عليك. خير على فكره. يلا معانا. يلا بينا. وصلوا؟ تمام تمام تمام. العملية شغالة يا عماد بيه. العملية لسه هتبدأ. يا ما نفسي يا عماد أشوف الواد هشام وهو بيتعسر قدام عيني. إن شاء الله لما يروح السجن بأزوره. بس يلا يا رجاله بقى والنبي. بس انا مديك ربع ثمن البضاعه، وبعدين كده كده الحكومه كانت هتقفشها وتروح عليك خالص. احمد ربنا الخساره. ايه يا راجل، الخساره كلها اهي، هي دي الخساره. سيد خسر كل اللي حيلته ولسه بطل. خليك قدوتك بقى. رايق قوي انت عم عماد. ايه انت شيل الشيك في جيبك ليه؟ عايز ترجعه؟ انا خايف من رحيم. اشمعنى؟ اكيد هيعرف ان انا اللي ورا المغرز ده ومش هيسيبنا. وبعدين؟ بعدين ايه يا عماد بيه؟ ده رحيم، انت ليه حاطط ايدك في ميه ساقعه كده؟ انا بحب الميه الساقعه جدا، تصدق؟ جري يا عم عماد، تعالي الراجل ليه؟ انت خايف يعني ان رحيم يفهم ان ده مغرز؟ سهله. احنا بقى نقلب عليه الترابيزه. عارف هتعمل ايه ولا اقول لك؟ بص يا سيدي، انت تروح له وتمسك في خناقه وتقول له بضاعتي فلوسي شقايا، وتشد قوي في الموضوع ده. ده هيخيل عليه؟ هيخيل وهتشوف. بس اتقل انت عليه خالص وما تكلموش نهائي لغايه ما نشوف هو هيعمل ايه. حلال عليك يا عم كيمو، اي جنيه تطلع بيه منه. ماشي يا كمال؟ ماشي تمام. اوطامني يا سيدي.
الف مبروك يا كمال. ما تتحركش من مكانك يا شبوره. رحيم. ازيك يا رحيم؟ الحمد لله على السلامه. هو في ايه يا رحيم؟ انا في الاول وبعد كده انت؟ بسيطه الحمد لله ان احنا بخير. الحمد لله. انا عرفت ان العربيه وصلت. انا قلت مفيش حد في الدنيا ممكن يحل الموضوع ده غيرك انت يا رحيم. انت عارفه يا حاجه انا دايما تحت امرك. بس رحيم في حاجه كده انا مش فاهماها. ايه هي؟ هو انت شايف ان كل اللي بيحصل ده مش غريب؟ ايه الغريب فيه؟ يعني لما يكون في كمين نازل لكم مخصوص ويتقبض عليك ويسيبكم في نفس اليوم، شايفه ده ايه؟ عادي كده يعني؟ علشان كده بقى طلبت تقابليني في حته بعيده عن القصر والمركب. حرص مش عيب؟ انت شايفه يا حاجه؟ لا لا مش انت اللي تسأل، انا اللي اسأل. والله أنا لو مكانك هقول إن أنا عملت ديل مع الضابط علشان يخرجني. على العموم لو مش عايزة نشتغل مع بعض تاني مفيش مشكلة. أنا لو مكانك أخاف. أنا ما بخافش. طب بالعقل كده. هما هيمسكونا ليه؟ هما لقوا معانا حاجة؟ ما هي لو نقطة تفتيش عادية هقول ماشي كلامك يعدي. لكن لما يكون في كمين نازل لكم مخصوص يبقى مش عادي. ثم هم عرفوا خط سيركو ازاي. انا مش عاجبني الكلام. ولا انا. طيب انا قلت اللي عندي. انت بقى لو لقيتي اي تفسير تاني بيكلميني عرفيهولي. يلا هشام. يلا رحيم. باذن حاجه. مع السلامه. ايه يا ابني انت هو ده؟ تعبيت يا ابني انت هو؟ ايوه امتى؟ طب انا جاي حالا. قول لي اللي بعتك عيب. ما تقول لها يالا عيب. طب يلا اطلع اطلع. رحيم بيه نزلوه. عملت يا رحيم بيه اللي بيحصل ده كله؟ ما كفايه الخراب اللي انا شايفه بسببكم. سيبوه اجري. ايه اجري.